العراق يعيش أسوأ أزمة في تاريخه، فالعملة انخفضت 20% ليساوي الدولار الواحد 1470 ديناراً بعد أن كان بمستوى 1190 دينار. قرار تخفيض العملة انعكس فوراً على السوق، فخسر تجار مبالغ كبيرة، والمواطنون دخلوا في حالة من الحيرة والخوف. أما الحكومة فقد قللت من التبعات. طبعاً أكيد نوع من ما أقول قلق، لكن علامة استفهام صراحة يأثر على كل شخص حسب وضعه الخاص. أنا تعتمد، إذا شخص يسافر كل يوم رايح إلى أوروبا ورايح ما أدري وين، طبعاً راح يتأثر. لكن الأشخاص اللي يسافرون إلى دول الجوار ما راح يتأثرون، لأن دول الجوار عملتهم نزلت 50-60-70% مقارنة بالعراق. إذا شخص متعود أن يأكل بطريقة كل البضائع مالته مستوردة، أكيد راح يتأثر. أما الشخص الآخر المعتمد على السلع العراقية والبضائع العراقية المحلية ما راح يشوف هذا التغيير، بالعكس راح يشوف راح يزيد المنتج العراقي، وربما راح يهدئ من الارتفاع من نسبة الارتفاع من البضائع المستوردة. ارتبكت الأسواق العراقية وشهدت مضاربات كبيرة على سعر الدولار، والأرقام ارتفعت وانخفضت بشدة وبسرعة. بات وضع السوق مقلقاً، فالخسائر أثقلت كاهل التجار وأتعبت جيوب المواطنين. كل هذا تزامن مع جائحة كورونا التي ضربت البلاد، فانتشار الفيروس وصعوبة السيطرة عليه خلق مؤشرات مقلقة عن اقتصاد العراق، إذ توقع الخبراء ارتفاع نسبة فقراء العراق من 22.5% إلى أكثر من 40%. واليوم يعيش نحو 16 مليون عراقي من أصل 40 مليوناً تحت خط الفقر. ما عندي لا أشغال لا راتب، كل شيء ما الله وكيلك، وعندي 3 جوالات. أما الفساد فقد أنهك العراقيين، وتقول التقديرات إن 450 مليار دولار اختفت من العراق في 16 عاماً بسبب الفساد، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11%. العراق يدفع رواتب لسبعة ملايين موظف ومتقاعد، يضاف إليهم مليون عراقي في سجلات رواتب الرعاية الاجتماعية. الحكومة قد تلجأ لرفع الضرائب والكمارك والتشدد في جباية رسوم الكهرباء والماء في عام 2021. عام 2020 دفع ب11 مليون عراقي للتقديم على منحة الطوارئ، فيما يأتي عام 2021 على العراقيين بموازنة مقلقة قد تضيف أعباء جديدة لن يقوى كثيرون على تحملها. فوق لا يصعد السوق، فوق يا نسوق فوق.